مساء الخير يا جماعة، أنا المهندس أحمد طارق. النهاردة هشرح إزاي نعمل التست بتاع الكاليبريشن لتركيب بساتم الستيرنج في الجريدرات ال 14 ام او ال 140 ام او ال 160 ام. لما بنركب سلندر جديد او بيستم جديد بنعمل ايه علشان نعرفه على المعدة او علشان ننزل له السوفت وير بتاع السلندر. السلندر بيبقى ليه سوفت وير للبوزيشن سنسور اللي جواه، او لو ظهر لك كود على الاي تي او الاي سي ام طلبت بتقول لك ليفت ستيرنج سلندر اوت اوف كاليبريشن او رايت ستيرنج سلندر اوت اوف كاليبريشن. دول الاثنين الكودين اللي انت لو ظهروا لك هتعمل نفس الايه الخطوات اللي هقول لك عليها على طول. وبرده نفس القصه لو انت هتركب اثنين سلندرات جداد هنعمل نفس القصه دي من خلال السيس مع الاي تي، من خلال السيس مع الاي تي. بس قبل ما نكمل، لو حضرتك اول مره تشرفني في القناه يا ريت تدعمني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد بينزل على القناه لحظه نزوله، وكمان يا ريت تدعمنا بلايك وشير للفيديو. دلوقتي حضرتك اول لما تجيب سلندر جديد للستيرنج بتاع جريدر ال 14 ام او ال 140 ام او ال 160 ام، هو ده بيبقى شكل السلندر بتاع الستيرنج وبيبقى جواه البوزيشن سنسور بتاعه اللي المفروض حضرتك بتعمل له كاليبريشن او بتنزل له سوفت وير. ده غير فلاش فايل، في حاجه اسمها سلندر سوفت وير وهقول لك ازاي بتعملها في اخر الفيديو. طيب انت حضرتك اول لما بتيجي السلندر بيبقى عليها البليته، البليته دي مهمه جدا، البليته دي مهمه جدا وبتبقى موجوده على السلندر ويا ريت تحافظ عليها في المستقبل خلال التشغيل. البليته دي بيبقى عليها ايه؟ 7 ارقام، البارت نمبر، و 11 رقم اللي هم دول التانيين للسيريال نمبر بتاع السلندر. دول انا هستخدمهم عشان اجيب السوفت وير بتاع السلندر ده. تعالوا نشوف صوره حقيقيه من بليته حقيقيه اهو، ادي بليته حقيقيه موجوده من على سلندر، ادي البارت نمبر 7 ارقام اهم، وادي السيريال نمبر 11 رقم اهو، بس مش باينين قوي بس يعني ايه سكيه. طيب احنا هنعمل ايه؟ هناخد البارت نمبر ده مع السيريال نمبر ده ونروح بيه على السيس. خلاص في حاجه اسمها في السيس اسمها سيرفيس سوفت وير فايلز. هنيجي من هنا من فوق اهو، ننزل ندوس على السهم ده ونكتب سيرفيس سوفت وير فايلز، هيحمل معاك ويدخلك على الصفحه بتاعت السيرفيس سوفت وير فايلز. طبعا احنا هنا بيقول لك فايل تايب، احنا مش عايزين فلاش فايلز، خلاص احنا مش طالبين نزل فلاش فايل. هندوس على القايمه دي انجكتور تريم فايلز، طبعا دي قصه ثانيه، ولو عايزين حلقه على الانجكتور تريم فايلز يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات. سلندر فايلز هي دي اللي تهمني، سلندر فايل. هنا هيطلب منك ايه؟ سلندر سيريال نمبر والسلندر بارت نمبر. طيب احنا عايزين نفتح الصوره اهي اهو، نكتب كده السيريال نمبر مع بعض، معلش 08، واحده واحده كده، 101309ZZ، 101309 كام؟ 9ZZ. ماشي، ده كده السيريال نمبر لازم يبقى 11 رقم، لازم يبقى ايه 11 رقم. السلندر بارت نمبر هنا اللي هو بيبقى في الجزئية الأولانية دي، 7 أرقام دول. طيب تيجي نكتبهم، ماشي، 2 7 6 5 6 8 1. هنعمل سيرش، الله بيقول لك ايه ده، سلندر بارت نمبر 2765681 is not a valid part number. The part number must be 10 characters. بيقول لك لازم يبقى 10 ارقام. الله، طب يا باشمهندس ما انا عندي 7 اعمل ايه؟ لا احط قبلهم 3 اصفار مش هيجرى حاجه. هو السيس بيقول لك كده، حط قبلهم 3 اصفار وتعمل سيرش. اهو ادي الفايل طلع لك، ده السيرفيس سوفت وير، طبعا السيرفيس سوفت وير للسلندر اللي انت جايبه، الليفت ليفت والرايت رايت. انت هتجيب سلندرين هتركبهم جديد، والله ركبتهم جديد بعد فتره من الشغل الاي سي ام طلبت كاليبريشن، هتعمل الكاليبريشن
التيست ده او السيكونس اللي احنا بنعمله ده. طيب هنعمل ده كده داونلود، هينزل معاك عادي جدا على الديسكتوب. تمام اهو ابتدى كده ايه يحمل في فوق على اليمين اهو اوبن فايل. طيب انا خلاص انا كده نزلته على الديسكتوب، هروح اشوف هعمل ايه على المعده. انا هروح افتح كونتاكت في المعده عادي جدا، و ادي المعده بتاعتي. انا تخيلت ان انا فتحت كونتاكت ودخلت على الاي تي، دخلت على المعده بالاي تي بالكابل الكوميونيكيشن ادابتر بتاعي وباللابتوب وببرنامج الاي تي، بس انا هنا فاتح الترينر وبشتغل على معده 140 ام. خلاص انا جبت السيرفيس سوفت وير، جبت السلندر سوفت وير فايل، وعايز ارفعه على المعده، عايز ارفعه على الامبلمنت اي سي ام او الاي سي ام بتاعه الهيدروليك. هعمل ايه؟ هدوس سيرفيس، بعدين كاليبريشنز، وبعدين هختار اهو. نيجي بقى الافيلبل عندي الامبلمنت والانجن. انا في الامبلمنت في الهيدروليك، في عندنا اهو ليفت ستيرنج سلندر تريم داتا ابلود ورايت ستيرنج سلندر تريم داتا ابلود. انت تشوف البليته بتاعتك، انت جبتها دي بتاعت الرايت ولا بتاعت الليفت؟ بتاعت الرايت مثلا هتقوم عامل بتاعت الرايت وتدي له ستارت، هو هتلاقيه اوتوماتيكلي فاتح لك ايه البراوزر ده عشان تجيب منه الفايل اللي انت نزلته. طيب الفايل اللي انت نزلته اللي انا نزلته اهو بيبقى ابتديته اكس ام ال اوتو ايه، وحتى انا دوست عليه اهو بيقول لك سلندر كونفيجريشن، مديك البارت نمبر ومديك الهاردوير سيريال نمبر، هتدي له اوبن المفروض هيحمل. بس انا شغال على الترينر طبعا. ايه هناك ايه يعني لو انت على المعده فعليا او على الواقع هيديك بوكس كده يقول لك ايه ذا سلندر ذا ليفت ذا رايت ستيرنج سلندر هاز بين updated او has been uploaded. اوكي ونفس القصه لو هو كان ظاهر لك كود هنا بيقول لك انا عندي اوت اوف كاليبريشن، مجرد انت هتنزل السوفت وير فايل ده هتلاقي الكود اختفى والمعده اشتغلت معاك عادي. اتمنى يكون الفيديو يكون مفيد. طبعا احنا زي ما بنقول دايما احنا بنجتهد على قد ما نقدر، فاذا اجتهدنا وفقنا فلنا اجران، واذا اجتهدنا فقط فلنا اجر واحد. اشوفكم على خير.